بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. الهرم المعجزة، 5000 سنة عمر، 2,600,000 قطعة حجر متماسكة جميعها بدون أسمنت. احنا بنبني دلوقتي عمارات بالأسمنت والخرسانة والمسلح والحديد، وبعد ما ينزل البنا بشهر يقع. وده بقاله 5000 سنة، 5000 سنة عمر، واتنين مليون وستمائة ألف قطعة حجر متماسكة جميعها بدون أسمنت. وحجارة إيه؟ ما شاء الله، الواحدة ما بين 2.5 طن إلى 15 طن، وسقف غرفة الملك لوحده، قطعة الحجر الواحدة في هذا السقف من الجرانيت وزنها 70 طن، يعني وزن قاطرة سكة حديد. حاجة غريبة. طب والحاجات دي رفعت ازاي؟ ارتفاع الهرم 149.4 متر، ناطحة سحاب 48 دور. طب ازاي الحجر ده اترفع للارتفاعات الشهيقة دي؟ ولا فيش لا كاميونات ولا جرارات ولا مقطورات ولا أوناش ديزل ولا أوناش كهرباء. طب حصل الحكاية دي ازاي؟ زمان في المدارس الابتدائي بيعلمونا في الكتب بتاعتهم ان الفراعنة بنوا حاجة زي الساتر الترابي كده حوالين الهرم، زي مصطبة ترابية من الطوب الني، وبعدين جروا عليها الأحجار دي فوق بكر من الخشب. حاجة تضحك، ده طبعا كلام فارغ. ازاي تجر قطعة جرانيت واحدة وزنها لوحده 70 طن على بكر خشب، وبتجرها على ايه؟ على طوب ني، على ساتر ترابي. طب ازاي؟ محال. انت عشان تعمل الحكاية دي لازم الاول تعمل تبة خرسانية، وبعدين تجيب جرارات بعجلات ستيل، يعني صلب، عجلات صلب عشان تشيل 70 طن. انما حكايه انك تحط الحاجات دي على ساتر الترابي ولا على مصطبه ولا، وبعدين يبتدوا كم واحد يجر بقى 100,000 عامل طبعا يجروا، واخد بالك؟ هيقفوا فين على الساتر الترابي دول؟ وبعدين ازاي بقى البكر الخشب ده يتغرز وكله يغرز وكله يقع ويغطس؟ مش ممكن. فدي في الواقع سذاجات، يعني هذه الأحجام من الحجارة عشان ترتفع للارتفاعات دي، يعني مش بس هيتعمل ساتر ترابي ولا مصطبة كده حوالين الهرم. هما بيقولوا لنا في المدارس الابتدائي المصطبة دي هي تمثل السئالة، يعني لأن ده مبنى كبير فهيعملوا له مصطبة حواليه كله. ده زي ما انا قلت لازم يتعمل مبنى مستقل قد الهرم 10 مرات، وعبارة عن تبة خرسانية هائلة بتلف حوالين الهرم، وبعدين يكون موجود الأوناش والمقطورات والكميونات والعجلات الصلب اللي تشيل 70 طن. ولا طبعا ما حصلش. طب اترفعت ازاي؟ انا في نظري ان ما فيش اطلاقا تفسير للحكاية الخرافية دي، إلا إن العلماء في هذا العصر كان عندهم وسيلة سرية وعلم خاص بيلغوا بيه الجاذبية الأرضية، يعني يعملوا اللي بيسموه دلوقتي الأنتاي جرافيتي، أو إنهم يعملوا منطقة ضد الجاذبية. الحكاية اللي بيحاولوها دلوقتي في أمريكا وروسيا اللي هي الأنتي جرافيتي، لازم العلم ده كان موجود زمان وكان وصل لدرجة الكمال، وكان في علماء بيقدرهم بشكل ما يتغلبوا على الجاذبية. فطبعا إذا تغلبوا على الجاذبية يبقى الحجر اللي 70 طن يبقى وزنه ريش، خلاص انتهى الموضوع. وبعدين المسألة لم تقف عند هذا الحد، لأن هندسة الممرات اللي جوه الهرم، الغرف والفراغات، الصقل بتاع الجرانيت، يعني ان الجرانيت نبص لايه جوه؟ مصقول زي المرايه. طب صقلوه ازاي؟ يعني ما فيش، ما نقف محتارين وما نلاقيش تفسير.
وبعدين الحسابات العجيبة بقى لما تيجي تقيس بقى الهرم فتلاقي ان المحيط نسبة يعني المحيط مقسوما على ارتفاع الهرم يساوي 3.14%، اللي هي طه او النسبة التقريبية اللي هي العلاقة الثابتة بين المحيط الدائرة وقطرها. يعني لما تعمل قياس للمحيط الهرم وقياس للارتفاع تقسم المحيط على الارتفاع يطلع 3.14%، يعني يساوي طه. مش بس كده، لما تخش في قط الملك برضو تلاقي المحيط مقسوما على تقسمه على الارتفاع بتاع قط الملك تلاقيه 3.14%. التابوت تقسم برضو المحيط على الارتفاع تلاقي 3.14%. كل غرف الهرم بالشكل ده تبقى مش مصادفة، تبقى دي في التصميم والهندسة نفسها. الناس بتوع رياضيات بقى، طب وليه عملوا كده؟ ده سر كمان لوحده. ارتفاع الهرم 149.4 متر، والمسافة بين الأرض والشمس 149.4 مليون كيلومتر. هل دي صدفة إن دي زي دي؟ ارتفاع الهرم 149.4 متر والمسافة بين الأرض والشمس 149.4 مليون كيلومتر، هل هي مصادفة؟ وحدة القياس في الهرم اللي بيقولوا عليها البوصة الهرمية، اتضح إنها بتساوي البوصة الإنجليزي تقريبا. مكان الهرم ان هو في النص بالضبط بالنسبة للقارات الخمس. وجوه الهرم اللي هي متجهة الى الجهات الاساسية شرق وغرب وشمال وجنوب، ومش اي شمال، ده بالذات الشمال المغناطيسي. وفي طبعا احنا عارفين في فرق بين الشمال الجغرافي والشمال المغناطيسي اربع درجات. فكونها الاتجاه بالظبط كده بالبوصلة شرق غرب شمال جنوب ومش اي شمال، ده الشمال المغناطيسي بالذات، دي مش بسيطة. الممر الدخول للهرم يشير الى النجم القطبي، والدهليز الداخلي يشير الى نجم الشعرى اليمني، كما لو كان الهرم ده مرصد. ايه الحكاية بالظبط؟ الكسوة الجيرية للهرم كانت احد الحاجات البديعة. للأسف الزلزال بتاع سنة 1301 سبب سقوط معظم هذه الكسوة من الحجر الجيري، وما تبقى سرق وبني به مصر القديمة وأسوارها ومساجدها وبيوتها. ولغاية دلوقتي نشوف فعلا في الأسوار تلاقي حتت كاملة من حجر الهرم وعليها الرسوم الفرعونية. وكانت أصلا الكسوة دي بعد ما كسي بها الهرم كان الهرم أملس تماما، ويعني منقوش مطلي بالذهب، بنقوش ذهبية وعليه جداول فلكية وعليه خراطيش فرعونية وأسرار وأرقام وجداول وحاجات بالشكل ده. يعني طيب يعني ايه الحكاية بالضبط؟ يعني ايه حقيقة الهرم؟ احنا خدنا زمان في المدارس ان هو مدفن خوفو، وهذا معقول؟ كل الهلمة دي كلها عشان يدفن خوف جواها؟ طب وإيه سر الممرات اللي جوه؟ وإن في أكثر من غرفة، وفي غرفة تانية للملكة تحت الأرض، والهندسة الغريبة دي والكتل الحجرية والمعمار الفظيع ده، وليه الممر بيشاور على القطب الشمالي والدهليز بيشاور على الشعر اليمني؟ ثم حتى مش عارفين مين بناه، مختلفين فيها برضه. فأصبح في أكثر من نظرية في حكاية الهرم. ناس يقولوا ده عبارة عن مرصد فلكي، وناس بيقولوا ده بيت للأسرار، وناس بيقولوا ده صحيفة التنبؤات. آخر حاجة طلع بيها اثنين من العلماء، واحد فرنسي واحد إنجليزي، العالم الفرنسي كارنييه والإنجليزي جريفز، عملوا تخطيط دقيق بالمقاس بالضبط لكل الممرات اللي جوه الهرم، و اعتبروا ان البوصة الهرمية اسوها بالبوصة، يعني البوصة ترمز للسنة. فوصلوا الى نتيجة غريبة جدا، ان هذه الممرات عبارة عن رسم بياني يترجم احداث العالم كله لغاية يوم القيامة. في الحتة دي بيحصل حرب العالمية الاولى، الحرب العالمية الثانية، معبر عنها بالنزول الرسم البياني الكذا بالشكل ده. وبقى ايه وجدوا يا سيدي ان ايه يوم القيامة هيقوم
سنة 2815 حسب الايه هذه الرموز بتاعت السراديب اللي جوه الهرم. طبعا يعني دي مبالغة شوية لكن بتدل على حاجة ان يعني العلماء عندهم حالة غرام وبحكاية الهرم وايه حكايته وايه سر السراديب والممرات والمقاسات. وطبعا هي فعلا مسألة غريبة وتثير التساؤل. مسألة مين اللي بنى الهرم يعني مختلف فيها برضه، وهم بينسبوا له خوفه لمجرد انهم شافوا خرطوش مكتوب عليه خنوم خوفه، لكن خنوم خوفه معناها بالهيروغليفية الله جل جلاله. الله، يعني ممكن الحكاية تبقى شيء مختلف خالص، خاصة ان خنوم خوفه ده مش معروف بالنسبة للملوك الأسرات ومالوش لا سيرة ولا تاريخ. وبعدين مسألة التاريخ المصري القديم الخلاف عليها على أشده، لأن الجماعة اللي بيقولوا إن الحضارة المصرية ابتدت من 7000 سنة وإنها حضارة وثنية تعددية، وفي الإحصائية بتاعت العالم بروكش عدد الآلهة في عند قدماء المصريين 2800 إله. في الناحية التانية في كلام مختلف خالص، يعني المؤرخ مانيتون وهو أوثق المؤرخين الفراعنة في يم عن التاريخ الفرعوني، يعني هذا المؤرخ بيقول إن الحضارة المصرية ابتدت من 12500 سنة. وبعدين في أدلة قاطعة على إن الحضارة دي حضارة توحيدية ما هيش حضارة وثنية. صحيح إحنا بنشوف في التاريخ والهيروغليفيات والبرديات حكاية 2800 إله، لكن لما نقرأ كتاب الموتى نستعجب لما بيخبوا الله سبحانه وتعالى يقولوا أنت الأول وليس قبلك شيء. ده في كتاب الموتى أقدم كتاب فرعوني يقولوا أنت الأول، بيخبوا الخالق سبحانه وتعالى أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء. وبعدين ربنا يقول في هذا الكتاب خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد. ده كلام صريح الله. طب ما إيه 2800؟ ممكن نفهمها بأن كلمة نتر في الهيروغليفية اللي احنا بنقول أن دي كلمة إله بترجمة لكلمة نتر بالهيروغليفية، لكن كلمة نتر بالهيروغليفية المعناها التفصيلي والحرفي اليد القوية، يعني هي صفة. فهل معنى كده ان 2800 هي 2800 صفة من صفات الإله الواحد؟ ويبقى في السعادي ده فهمنا كتاب الموتى، لأن كتاب الموتى صريح لما بيقول خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد، انتهى الموضوع. يبقى إذا المسألة دخلها تحريف الكهنوت والقوى السياسية الموجودة والحكام نفسهم كالعادة زي ما احنا عارفين من مصلحة الكهنوت ان هو يبقى فيه 2800 اله، كل اله له مسجد وكل اله له قرابين، ولم ايه ولم من الناس بقى يسترزقهم ويلموا ضرائب ويلموا جبايات، وكذلك الملك والحاكم يهمه ان يكون في 2800 حزب يخبطوا البعض عشان هو تسلم له الامور وهو قاعد فوق ويستغل الناس، وتكون النتيجة ان التاريخ الفرعوني كله مزيف، واللي وصلنا من هذا التاريخ محرف تماما، ولان اللي كتبه الاقوياء اللي هم كهنوت او حكام، يعني القصر والكهنة هم اللي وصلوا لنا هذا الكم المحرف من المعلومات، وهم اللي خلقوا من 2800 صفة آلهة مستقلة كل إله عاوز معبد وقرابين. وطبعا يدل على كده عشرات المسلات تشير بالإصبع إلى السماء، ده نوع من التوحيد زي ما واحد يقول موجود هو موجود بالشكل ده. فهي المسلات دي كلها مآذن التوحيد ومصاعد الدعاء اللي موجودة في مصر الفرعونية من أول شمال النيل لآخره. وبعدين الله، طب ومنين طلع أخناتون؟ إيه اللي فجأة راح طلع لنا في وسط التاريخ واحد موحد اللي بيسميه أخناتون؟ هل طلع من فراغ؟ مش ممكن.
أخناتون ما طلعش من فراغ، أخناتون طلع من تراث فعلا موجود وعبر عن إحساس موجود. فاللي حصل إن القصر والكهنة كانوا في ناحية والشعب كان في ناحية تانية، بدليل كلام القرآن نفسه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ بصراحة هنا الآية صريحة، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، الله ده مصري، مدام من ألف يبقى فيه المصريين نفسهم كانوا مؤمنين، ويكتمون إيمانهم خوفا من الحكام والفراعنة الأقوياء، والآية دي صريحة. وبعدين اللي حصل في هجرة بني إسرائيل، الشعب المصري كان موقفه إيه؟ ده إدى كل الذهب اللي عنده للإسرائيليين وهم طالعين. العملة دي تدل على إيه؟ تدل على إنهم فعلا كانوا مع موسى، مصريين، الشعب المصري كان شعب موحد وكان مؤمن بموسى لكن كاتم إيمانه كله. وعشان كده خد هذا الموقف الغريب إنه هو موسى وهو واخد إسرائيل وطالع، المصريين ادوا الذهب اللي عندهم كله لبني اسرائيل. فده يدل ان احنا قدام شعب مؤمن، ولكن هذا الشعب مقهور عن طريق سلطه القصر وتحريف الكهنه، واحنا قدام تاريخ لازم يعاد كتابته من الاول للاخر. وبعدين احنا حتى لما نشوف الالهه دول نلاقي اساميهم تستوقف النظر، يعني مثلا اتوم، وزيريس، نوح، الله، طب ما هو دول آدم وإدريس ونوح. خاصة إن آتوم الإله، آتوم الإله الكبير، التعريف بتاعه في الفرعونيات إنه أول من نزل على الأرض، الله، ما يبقى صريحة بقى. يبقى إذن فعلا كعادة الجماعة التاريخ القديم كان لما الناس الواحد عظيم يموت بعد كده يتحول لأسطورة وبعدين يألهوه. فده اللي حصل لآدم اللي بقى آدم أوزيريس هو إدريس، لأنه وصفوا برضو أوزيريس بأنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم ولبس المخيط وتقسيم الفصول والتقويم الشمسي والنجوم والحاجات دي كلها، وري الحاجات دي كلها تنسب إلى النبي إدريس. ومعروف أن النبي إدريس كان في مصر، وأنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم والتقويم الشمسي والفصول النجوم والحاجات دي كلها. فلا غرابة أن يكون أوزيريس هو إدريس. وبعدين نوح حتى بيكتبوها NOHA، هو تعريفه في الفرعونيات إنه هو إله الماء والفيضان ومنقذ البشرية. إذن ده هو لابس تمام على نوح بتاع الطوفان. فيبقى فعلا الأتوم وأوزيريس ونوح هم آدم وإدريس ونوح. ويبقى كل اللي حصل إن كان كل منابي من دول يموت يتحول إلى أسطورة وبعدين يتحول إلى إله يعبد. وهذا هو التخريف المستمر عبر التاريخ، وهذا هو الإفك القديم زي ما بيقول القرآن، الإفك القديم وهو تأليه الأنبياء. ففي الواقع يعني إن التاريخ المصري يلزم إعادة كتابته، ويلزم يتعرض له نقاد كبار ويحللوه بالزبط. وبعدين الكلمة المكتوبة في الهرم خيرهم خوفه بمعنى الله جل جلاله، المسألة ممكن تودي المخ لحاجة تانية خالص. طبعا من نظريات اللي حكيت مين اللي بنى الهرم، برضو طلعوا نظرية إن اللي بناهم العلماء الناجون من قارة الأطلانتس. حكاية قارة الأطلانتس هي عبارة عن قارة في المحيط وغرقت، واتكلم عنها أفلاطون في مذكراته لما كان في مصر، سمع عنها عن طريق الكهنة، وإن الجزيرة دي كانت جزيرة يعني متقدمة في الحضارة ووصلت إلى علوم هائلة، وبعدين دخل الناس في حروب وتحول العلم القوى الهائلة اللي ربنا ادهلهم إلى شر، فربنا غرقهم كلهم ونجى بعضهم، وبعضهم جه مصر وبيقولوا هو ده اللي بنى الهرم. وجد كلام تاني برضو على ان لا، ده اللي بنى الهرم دول الذين هبطوا من السماء. يعني في النهاية مش مصدقين ان اجدادنا الفراعنة هم اللي بنوا الهرم، وهم معذورين طبعا. يعني فين الفرق بين الجد والحفيد؟ الفرق كبير.
ونشوف حكاية الهرم ونشوف الفيلم العجيب اللي معانا. الهرم المعجزة 5000 سنة عمر، أحد عجائب الدنيا السبعة. اثنين مليون وستمائة ألف قطعة حجر. هل هو بيت من بيوت الأسرار وفيه العلم القديم المخفي؟ الهرم كان نتيجة تطور لسلسلة من الأهرام السابقة، منها برضو هرم سقارة المدرج وهرم خفرع وهرم منقرع. من اللي دخلوا الهرم؟ بلزوني. وقبل بلزوني كان العرب أيام الخليفة المأمون، هم أول ناس فعلا هم أول ناس اقتحموا الهرم. دي المصاطب اللي بيمدفون فيها الأمراء والحشية. والأمراء هنا مدفونين هم في المصاطب دي. دي أن غرفة دفن الأمراء، وعلى جدرانها برضو مكتوب الرسوم، وده رسوم للفيضان. النيل عندهم يعني حاجة، هو الحياة. ما بين يونيو وأكتوبر تخضر الأرض ويورق الثمر وتنتعش الحياة. فهو النيل عندهم هو واحد، هو واهب الحياة. وتلاقي برضه في الصور هناك حكاية الشادوف. شوفش الفلاح والشادوف نفس الحكاية القديمة. ودي لغاية دلوقتي الفلاح المصري بيستعمل الشادوف، كأن 5000 سنة لسه ما، لكنهم 24 ساعة. وبعدين نفس الطريقة بتاع عزق الأرض بالفاس السوائي، صوت السوائي أكنه صوت الزمن، أكنه فيلم بطيء عن الأبدية وعن الزمن اللي ماشي ببطء. والفاس وعزق الأرض بالفاس نفس الأساليب القديمة من 5000 سنة. دي أول أساليب، أول طريقة للدفن. كان يعملوا غرف، غرفة واحدة وسطى وحواليها غرف صغيرة. الغرفة الوسطى بيحطوا فيها الميت، والغرف اللي حواليها بيحطوا الأدوات الميت. كانت عبارة عن مدافن من الطوب الني. دي كلها الغرف اللي هي حوالين الغرفة الوسطى، بيبقى فيها بقى أواني اللي فيها الفواكه والبذور والحاجات دي. ده الكلام ده كان في الأسرة الأولى، كانت المدافن بالشكل ده، كلها مدافن من الطوب الني. وبعدين ظهرت بقى المدافن اللي موجود فيها قرون الطور، عجل أبيس والحاجات دي، لكن برضو كانت من الطوب الني. وبعدين ابتدوا يبنوا مصاطب، كانت مصاطب فوق بعضها، وده بالتدريج تطور إلى الهرم المدرج اللي هو معمول على 6 درجات. وهو كان أول هرم يبنى بالحجر، واللي بناه إمحتب العبقري المصري، واللي بيعتبروه إله الطب والهندسة. ده المعبد بتاع سقارة، وده أول معبد في العالم كله اتبنى بالحجر وبالهيئة المتطورة اللي انتم شايفينها دي. طبعا اللي راح منكم سقارة وشاف المعبد الغريب ده، هو بالأعمدة والممرات
والأسقف يعني كان بالنسبة لهم بقى أول مرة يستعملوا الحجر، وكان هو الخامة الغريبة. شوف حلاوة الكتلة دي، شوف الباب والعمود والنقش، السقف عاملينه يشبه جذوع النخيل عشان شوف يستمدوا الإلهام من البيئة، مع إنه حجر، سقف حجري، لكن استلهموا البيئة. الباب وضرفة الباب ضرفة حجرية ما بتتحركش، لكن برضه تديك رمز يعني. ارتفاع سقارة 200 قدم، هنا تمثال ناقص لزوسر اللي بني الهرم في عهده، ده زوسر في حفلة التتويج بتاعته، هو الوسطاني. شوفوا الأعمدة بتاع اللوتس حلو، الكاس اللي في آخر العمود جميل، ده بعد 5000 سنة. دي الأفاعي الحارسة، الحاجات دي من 5000 سنة. شوف بقى كان ياميها دائم حتب المهندس العبقري، أول من بنى بالحجر، وكان طبيب عظيم ومهندس، بعد ما مات ألهوه وأصبح أسطورة واعتبروه إله الطب والحكمة، ومش معروف لغاية دلوقتي مدفون فين، الكل بيدور على مقبرته. المدافن بتاعت الملك والأسرة والحاشية كلها تحت سقارة، يعني في البدروم تحت الهرم، كله سراديب وغرف. لكن الملك زوسر له غرفة تانية مختص بيها، غرفة عجيبة كده لها فتحة ينظر منها إلى رعيته ويتلقى القرابين. هنشوف الأوضة العجيبة دي، أي الفتحة دي، وجواها واقف في الأوضة زوسر بيراقب الرعية ويتلقى القرابين. زوسر جوه الغرفة الخاصة بيه، وده الشباك اللي بيبص منه على العالم. بعد كده هرم ميدوم، ده كان مشروع هرم لم يكتمل، ما نعرفش ليه، إنما كانت مجرد تجارب بعد ما انتهوا من تجربة الهرم المدرج. وبعد كده جت تجربة هرم دهشور المحدب، أو اللي هو الوسطاني ده، ما نعرفش إيه اللي خلاهم حدبوا هذا الهرم، لكن كانت تجربة برضو من التجارب اللي هو الهرم ده، ده هرم دهشور. وبعد كده كانت ذروة هذه التجارب الأهرامات الثلاثة بتوع الجيزة، ومنهم الهرم الأكبر وهرم خفرع ومنقرع. ده خوفه اللي هو مظنون ان هو بنى الهرم، ده حورس وعينه الحارسة التي لا تنام. الكهنة والحكام جعلوا من كل الحاجات دي آلهة تعبد وتقدم لها القرابين، لأن اللي كانت مصالح. حوالين الهرم بقى الأسرة والحاشية لها مقابر خاصة بيها، يا إما أهرام صغيرة يا إما غرف حجرية بالشكل ده. ده المحجر بتاع الجرانيت في أسوان،
كان يقطع الحجارة الجرانيتية من هنا وبعدين تتحمل على المراكب من أسوان وتيجي في النيل لغاية الجيزة. مشوار طويل. هي طبعا ده محجر ترة بيجيبوا منه الحجر الجيري عشان تكسية الهرم من بره. لكن المشكلة ازاي قطع بهذا الحجم تترفع ل 149 متر من غير آلات؟ يعني دي مسألة غريبة خالص. يعني من غير طبعا مش ممكن يكون العمال دول شايلين 70 طن حجرة، مش ممكن. فدي كلها حاجات صغيرة بتاع مباني صغيرة بتاع الصعود للهرم، هواية قديمة لا يستطيع الإنسان أن يغالبها، وبيتهيأ للصاعد إلى الهرم أنه صاعد إلى النجوم، وبنلاقي الهواية دي قديمة في التاريخ. الظاهر الناس كل ما يشوفوا الكتلة الفظيعة دي يجي لهم رغبة في أنهم يتسلقوها. دي رسوم قديمة تاريخية عن صعود الهرم، الخواجات طول عمرهم ييجوا والدليل ياخدهم ويطلعهم. السائح لازم يستريح شوية كل ما يطلع. كم الدخول إلى الهرم ده المدخل، المدخل ده هو اللي فتحه العرب أيام الخليفة المأمون، والسلم ده سلم معمول كده يعني كانش موجود في الأصل. احنا قلنا إن المدخل ده يشير إلى النجم القطبي. أول ما يخلص هذا المدخل بيسلمنا إلى دهليز. هو دلوقتي في بداية الدهليز. ده الدهليز اللي بنقولنا يشير إلى الشارة اليمنية، وعلى جانبي الدهليز الجدران الجرانيتية مصقولة وملساء. شوف تركيب الهرم من جوه، الغرفة اللي فوق دي هي غرفة الملك. وهو ماشي في الدهليز بقى دلوقتي. دهليز طوله 153 قدم. دهليز ده هيوصل في النهاية لغرفة الملك. الغريبة ان هذه الغرف متصلة بالهواء الخارجي بمسارب وقنوات، بحيث ان الهواء بيتجدد فيها باستمرار. يعني ازاي عملوا الحكاية دي؟ دي شغلانة تانية. يعني جميع الغرف الداخلية في الهرم فيها تهوية ممكن تبات فيها، وبعض السياح فعلا بيدفعوا رشاوي ويباتوا جوه التابوت بتاع خوف. ايوه، دخل دلوقتي الأوضة بتاعت خوفه او أوضة الملك، غرفة الملك. دي غرفة كلها من الجرانيت. اللي قدامنا ده تابوت لقوه مفتوح، والغطاء بتاع التابوت مسروق وما فيهوش اي حاجة، فاضي. السقف بتاع غرفة الملك قلنا ان هو كتلة جرانيتية واحدة وزنها 70 طن، حاجة شيء خرافي. 70 طن. طيب ازاي رفعوا 70 طن المسافة دي واتحطت؟ شيء لا يصدق. احنا قلنا ان الحسابات الغريبة في مقاسات الهرم وفي توجهاته، يعني حاجة تحس ان اللي رسمه راجل مهندس وعبقري. ده الهرم في الاصل بالتكسية الجيرية، وازاي ان هو كان مرسوم عليه بالذهب الحاجات دي كلها، والجداول الفرعونية والحاجات دي.
ده المؤرخين القدام بوصفوا المسائل دي. طبعا التكسية زي ما قلنا وقعت في الزلزال بعضها، وبعضها اتسرق وبنوا بيه مصر القديمة. وده هنشوف دي في مصر القديمة، دي مساجد ومباني وأسوار في مصر القديمة. هنشوف فعلا، شوف على الشمال الحجر ده من الهرم، وحتى عليه الرسوم الفرعونية. وهنا شوف الأرضية جايبينها منين، دي سنة 1954 اكتشفت مراكب الشمس، كانت مدفونة في شق ومتغطية بالحجارة. سفينة غريبة طولها ضعف طول سفينة كريستوفر كولومبوس، يعني طول هذه السفينة ضعف سفينة كولومبوس، ووجدت بحالة جيدة، يعني الخشب بحالة جيدة. ازاي ما تفهمش يتحفظ خشب من خشب الأرز اللي جايبينه من لبنان؟ ده بقى الطريق الأخير للملك بعد ما يموت، بيمشي في السكة دي للمعبد الجنائزي، في كل هرم في معبد جنائزي. ده المعبد الجنائزي بتاع هرم منقرع ده، وده غالبا ده منقرع وراه حورس بيحرسه، وده أنوبيس اللي هو حارس التحنيط والمشرف على تحنيط الميت. ده أنوبيس بيشرف على التحنيط. تحنيط الميت كان فن طبعا وصل فيه الفراعنة لدرجة عظيمة من الإتقان. كانوا الجسم يعالج بأملاح النطرون وبأنواع معينة من الزيوت والكافور، الأحشاء تفرغ وتتحط في أواني خاصة، والدماغ يتفرغ من المخ. وبعد ما يعالج المعالجة دي بيبتدي تتلف بتربط بطريقة دقيقة جدا، وتتملى الفجوات بحيث انه يحتفظ بعد كده بشكله. ده رمسيس، دي الاواني الكانوبية، اواني من المرمر بيحطوا فيها الاحشاء وتحفظ مع الميت. وده الاساس، اساس بتاع الميت يحفظ معاه في دفنه. الاساس ده فرعوني بقى ملوكي. الكرسي ده، الصناديق الجميلة دي، كل ده يبقى مع الميت، لأن فيها لوازمه بقى لما يصحى في الآخرة يلاقي اللوازم بتاعته. وهنا الميت يجي في ياخدوه في الممر الطويل ده بتاع للمعبد الجنائزي، واحنا شايفين هنا الموكب كله بقى. وبعدين هنشوف السفينة اللي الايه الملك محمول فيها. شوف الملك ممدد اهو، يجروا كلهم الموكب ده، ووراه الحاشية والاتباع والعبيد شايلين الاساس بتاعه هيندفن معاه، كل واحد شايل له حاجة. حتى الشبشب شايلين، ودول النائحات والباكيات. بعد كده بيتحط في التابوت بتاعه. الهرم أثار خيال الباحثين من كل نوع، فدي بعثة من كاليفورنيا جاية تعمل تجارب على الأشعة الكونية، يستقبلوا الأشعة الكونية من جوه الهرم على أمل إن يكتشفوا الغرفة السرية أو الفراغات اللي موجودة في الهرم اللي ما وصلش حد لها.
البعثة اللي جابت أحدث أجهزة ممكن تحلم بيها. هذه الأجهزة تسجل الأشعة الكونية بعد اختراقها للهرم، فإذا كان في فراغات في السكة حتبان، فما شافوش حاجة، ما شافوش إلا ظل الهرم. اللي احنا شايفينه ده عبارة عن ظل الهرم كما تلقيه أو كما تستقبله الأجهزة. ما يدروش يشوفوا أي حاجة. الأشعة الكونية لما بتخبط زي أشعة الشمس كده ترمي ظل، الظل ده هو اللي صوروه وما قدروش يشوفوا أي حاجة تانية غير كده. فجت بعثة تانية من ستانفورد انستيتيوت من أمريكا ومعاها جهاز تاني بيعمل الكترومغنيتيك بلسز، يعني أمواج الكترومغناطيسية نابضة. هذه الأمواج تسلط على الهرم من الخارج فتخترق حجارة الهرم، وإذا كان في فراغات وراها تبان. وجابوا برضو الأجهزة وبتاعه والهلمة والهيصة دي كلها، شايفينهم هنا دلوقتي في الغرف الداخلية بتاع الهرم، والسواح عمالين يتفرجوا وبيسألوا على إيه وإيه وإيه ده إيه وده إيه. طبعا كان ظروف العمل صعبة قوي، حر ورطوبة وزحمة، وفضول الناس مش سايبين الناس دول يشتغلوا. فشلت البعثة دي فشل ذريع، ولم تستطع الالكترومغنيتيك بالسز أو الموجات الالكترومغناطيسية دي إنها تخترق حجارة الهرم. يعني اتضح إن الحساب كان خطأ، والحجارة اللي خدوها نموذج كانت مختلفة عن حجارة الهرم، فما وصلوش لحاجة. شوفوا بيعملوا بس للأشعة دي والموجة دي على أساس تخترق الإيه الحجارة وتكشف عما وراءها، لكن ما اخترقتش الحجارة، ما قدروش. آخر محاولة عملوها إنهم ابتدوا يصوروا من الأرضية بتاع غرفة بلزوني اللي هي الغرفة الداخلية في الهرم دي، ابتدوا يعملوا بس للأموجات على أمل أنهم يلاقوا تحت الأوضة دي أوضة ثانية، فما لقوش حاجة أو ما الأشعة ما اخترقتش، ففشلت برضو التجربة دي. فانتهت جميع محاولاتهم للفشل، وظل الهرم محتفظ بسره ولم يبح به. هما بيشتغلوا هو في الأرضية بتاعت غرفة بلزوني، بيعملوا بس على أمل إن هذا البث هينفد من أرضية الغرفة ويكشف عن الغرفة اللي تحت، لأن قيل لهم إن تحت الغرفة دي فيه غرفة تانية محدش وصل لها، لكن فشلوا. ورجع كله يعني بخفة حنين على رأيهم، على رأي المثل، وظل الهرم سرا مستغلقا، ولكن لا يكف العلماء عن التساؤل. طبعا زي ما قلنا الهرم يستحق كل هذه الضجة لأنه بيثير أسئلة لا جواب لها. إزاي رفعت حجارة بوزن 70 طن لهذا الارتفاع؟ إيه سر الحسابات الغريبة دي اللي هي في بدءا من محيط الهرم وارتفاعه لمحيط غرفة الملك وارتفاعها لمحيط التابوت وارتفاعه، وإن العلاقة باستمرار تبقى 3.14% اللي هي النسبة التقريبية أو طه؟ إيه السر؟ وسر التوجهات الدقيقة للجهات الأربعة بالبوصلة المضبوطة، وإنهم عرفوا الشمال المغناطيسي وإنه بيختلف يفترق عن الشمال الجغرافي 4 درجات وحددوه بالضبط إزاي.
ومين بنى الهرم وإيه وظيفة الهرم، مش ممكن الإنسان يتصور أنه مجرد مدفن. المسألة دي أضيفت لها برضو أسرار أخرى غريبة. يعني مثلا اتضح أن غرفة الملك إياها اللي موجودة في نهاية التلت الأول من الهرم، هذه الغرفة مكان التابوت ده إذا حطيت أي حاجة، يعني حتة لحمة مثلا، فتكتشف إنها ما تتعفنش مهما سبتها، تتحول لبسطرمة وتجف لكن ما تعفنش. اللبن يتحول لزبادي لكن ما يعفنش. الفواكه تضمر لكن ما تعفنش. لو أنت حطيت مثلا نبت بذور معينة زي فول أو قمح أو أي حاجة، لوحظ إن الحبوب دي بتنبت بسرعة أكبر مما لو حطيتها بره خارج الهرم. وبعدين واحد تشيكسلوفاكي اسمه ديربال عمل تجربة غريبة، قال لك طبعا بلاش شبك من الهرم ده، أنا هعمل تجاربي على الشكل الهرمي، هعمل هرم كرتون عندنا هناك في تشيكسلوفاكيا بس بنفس المقاسات وبنفس النسب، وآجي أحط جوه هذا الهرم في نهاية التلت الأول أعمل تجاربي عليه. فاتضح أن بتدي نفس النتائج. يعني إذا حطيت أي شيء في نهاية التلت الأول من هذا الشكل الهرمي اللي بنفس النسب الفرعونية، تكون النتيجة أن برضو إذا حطيت أي شيء ما يعفنش، وإذا حطيت أي بذرة بتنبت بسرعة أكبر مما لو حطيتها في أي شكل آخر. وأكتر من كده ديربال اكتشف حاجة غريبة، إن لما شفرات الحلاقة المستهلكة اللي عندك تحطها في هذا المكان ترجع لها الحدة بتاعتها وترجع حامية من تاني. طب إزاي ده؟ طبعا الحكاية دي ديربال قال إن لها شروط، إن لازم الهرم يتحط بحيث إنه الاتجاه الشمال المغناطيسي مظبوط، يعني هذا الهرم الكرتون يتحط بحيث ان الواجهة الشمال تبقى على الشمال المغناطيسي، يعني تتعامل على البوصلة، يعني زي ما الفراعنة عملوه او زي ما بنوه. المسألة دي اثارت كلام كتير قوي، وهي طبعا غريبة. طب ايه ده؟ يعني الحكاية مش مجرد هرم، ده الشكل الهرمي بقى، مش سيبك من الهرم ده الفرعوني، لكن إذا الشكل نفسه انت قلدته خشب أو كرتون أو بأي مادة، وبعدين تكتشف إن لما تحط فيه على نهاية التلت الأولاني البذور فتنمو بسرعة أو اللحم فما تعفنش أو بتاع أو شفرات الحلاقة فترجع لحدتها الأصلية أو إيه السر يعني؟ أنا لما قريت الكلام ده الحقيقة ما كنتش مصدقه، فأنا عملت تجربة، جبت فعلا هرم كرتون، عملت هرم كرتون بنفس المقاسات وحطيته بحيث إن الواجهة الشمالية الجانب الشمالي يبقى متجه للشمال المغناطيسي حسب البوصلة مظبوط، وحطيت تفاحة، أنا عارف إن التفاح عندنا بعد أسبوع يعفن، فقعدت 3 أشهر بالتمام والكمال ما عفنتش ولا عطبت، ضمرت شوية لكن تنها حمرة لونها أحمر، خدها أحمر 3 أشهر، والتفاحة اللي برة طبعا عفنت. ونفس حكاية في اللبن، برضو اللبن تحول إلى زبادي وما يعفنش. وبرضو تجربة الإنبات والحاجات دي والبذور، جربت الحاجات دي فطلعت فعلا إنها بتنمو أسرع. إذن دي بقى الملاحظات دي حقيقية، تفسيرها بقى موضوع آخر، إن يعني ما حدش عارف لها تفسير خالص حاليا. وبيقولوا ان الشكل الهرمي بيستتبع طاقة معينة، لما تعمل شكل الهرمي بنفس المواصفات بتاعة الهرم وبنفس المقاسات والزوايا فبتتواجد طاقة جوه مش معروف مصدرها، سموها دي energy of form، طاقة ناتجة من الفورم نفسه، وما هيش طاقة من الطاقات المعروفة عندنا. احنا نعرف الضوء والصوت والكهرباء والمغناطيسية كل دي طاقات، والحرارة ومش عارف كل دي طاقات، دي ده طاقة تانية من نوع تاني، سموها positive green لأنهم مش لاقين اسم، على اعتبار انها اشعة معينة او موجة معينة اسمها positive green، وان positive green لها هذا التأثير على
الإنبات بتاع البذور أو على التعفن عدم التعفن، يعني هذه الطاقة حافظة، طاقة لها خواص حافظة للحياة ومنبهة للحياة إذا كانت الحياة في بذور بتنبتها أو حاجة بالشكل ده. أما مسألة إن شفرات الحلاقة تستعيد الحدة بتاعتها تاني، فدربال نفسه اللي هو اللي اكتشف الظاهرة دي يعني ما وجدش تفسير، والتفسير عنده إن اللي وجدوا إن الشفرة بالضبط السر بتاع الحدة بتاعتها إن هي بلورات الصلب كريستالز أوف ستيل، فلما الواحد يحلق كتير يحصل تتفركش الكريستالز دي بتاعت اللي هي بلورات الصلب اللي عند الشفرة في حد الشفرة. إذا حطيت الموس في المكان ده بتأثيرات مغناطيسية معينة بترجع البلورات تاخد مكانها القديم، فتكون النتيجة تيجي تحلق بالموس تلاقيه حاد. على أي حال يعني دي مسائل مش لاقي لها تفسير، لكن هي ظواهر بتتقال كده، وممكن أي واحد يجيب هرم بنفس المقاسات ويجرب يلاقي. أنا شفته بنفسي في الواقع أن الهرم لم يكن ملهما للعلماء فقط، ولكن كان ملهم له إلهامات دينية عند الكثير من خصوصا الأوروبيين. مثلا جماعة في أوروبا اسمها جماعة الروزيكروشن، هذه الجماعة عددها حوالي 14 مليون في العالم، وهم بيعبدوا ربنا على سنة إخناتون. ومن ضمن هؤلاء ال 14 مليون في أسماء معروفة زي سير آيزاك نيوتن واللي اسمه ويليام بيتري وبول روبسون، دول بيحجوا كل سنة يعملوا العمرة بتاعتهم في الهرم، وبييجوا في يوم معلوم ولابسين نوع معين من الإحرام، حاجة زي فوطة بيضة كده ووردة حمراء، وبيخشوا الغرفة بتاع الملك يصلم ويقرم التلاوات بتاعتهم، والتلاوات هي بعض السطور من كتاب أخناتون اللي هو كتاب الأناشيد. بيقروا التلاوة دي، هو الإله الأحد لا شريك له، أخفى من أن يعرف جلاله وأسمى من أن يناقش أمره، يخر الإنسان صاعقا من الرهبة إذا نطق اسم الخفي، خلق الأرض وما عليها، ما نرى منها وما لا نرى، وحدد مصير الكائنات كلها بحكمة، ما أعظم أعماله، فهو الإله الأحد الذي لا شبيه له. دي التلاوات دي موجودة في كتاب الأناشيد بتاع أخناتون، فيرددوا هذه التلاوات وانتهى هذا الطقس بتاعهم، وكل سنة لازم يجوا يعملوا عمرة في الهرم بتاعنا. طبعا هي حاجة غريبة، لكن هتوريكوا قد ايه الهرم بتاعنا عامل عند الناس في العالم حاجات غريبة. يعني في علم دلوقتي نتيجة كل الكلام اللي قلنا ده، في علم اسمه البيراميدولوجي او علم الهرميات، نتيجة مجمل الاسرار دي والحاجات اللي مش عارفين لها رسم الرجلين، علم الهرميات او البيراميدولوجي زي علم الجيولوجيا وعلم المش عارف البيولوجي وعلم الباليونتولوجي، طلع علم جديد اسمه البيراميدولوجي. والعلم ده له خبراء وله علماء وله ناس متخصصين، وعندنا في مصر واحد من علماء البيراميدولوجي اللي هو المهندس الشهير المعماري سيد كريم. وأنا بقى لما أحب أعرف شيء من العلوم الغريبة دي بروح له في فيلته في المعادي، وعنده مكتبة ضخمة، ونجيب بقى المراجع والمخطوطات بقى ونقعد نقرأ في العجائب بتاع البيراميدولوجي ده. يعني فعلا على الأقل ده إحنا بقى أهل الحكاية، يعني كمصريين إحنا أولى من غيرنا إن إحنا نحاول نفهم إيه حكاية الهرم، وكل واحد يحاول قد ما يقدر يعني. إنما لو قلنا إن في حاجة اسمها جنون الهرم فده صحيح، في ظاهرة اسمها جنون الهرم. إيه اللي يخلي جاي علماء من أمريكا جايين شايلين مكانات وبتاع وجايين قال إيه يقيسوا الأشعة الكونية من جوه الهرم ويشوفوا الغرفة السرية فين، ويجي لما يفشلهم تطلع بعثة تانية جاية من ستانفورد انستيتيوت ومعاها
الالكتروماجنتيك بالسز وتقعد تشتغل، وبعد شويه هيجي ناس تانيين وناس تالتين وهكذا، الحكايه ما بتنتهيش. الغرفه السريه دي حلم العلماء في كل مكان، لان طبعا يعني شوف طلعت من غرفه لما وجدوا مدفن توت عنخ امون طلع منه ايه، فما بال لو فعلا لقوا الغرفه دي. وحكايه الغرفه دي ما هياش يعني مش خرافه، لان مش ممكن هرم زي ده بالعبقريه البنائيه الرهيبه دي، وبعدين يعني يقولوا اصل والله ده مدفن خوفه، بس ادي التابوت اهو سرقوا الحراميه وما لقيناش الغطا بتاع التابوت. بقى ده معقول؟ بقى يعني في حرامي، طب انا افهم انه جايز يسرق شويه ذهب من التابوت، مفهوم يسرق مش عارف الجثه يسرق زي، لكن يسرق غطا التابوت ازاي؟ انا اول مره اشوف حرامي ينفع معاه 10 طن. الحرامي اللي شايل 10 طن من الهرم ده طلع ازاي؟ نفسي افهم. ده انا ما اقدرش ان بعد ما امشي بس في المدخل بتاع الهرم ده 10 خطوات اسوره يغمى عليا وانا مش شايل حاجه. فازاي حرامي بيشيل 10 طن يطلع بيهم ازاي؟ نفسي افهم. ده يبقى طبعا حرامي اولا ساحر ولا هوديني، وراجل صاحب معجزات، وراجل بيلمس الحاجه تختفي، وراجل لابس طاقه الاخفاء. بقى يبقى في السعادة يسرق ليه؟ لو كان هو حرامي بالمواهب الرهيبة دي ما فيش داعي يروح يزل نفسه عشان يسرق حتة طوبة من الهرم. فحكاية ان الحرامية دخلوا وخدوا من الغرفة السرية الثروات اللي فيها وسرقوا غطاء التابوت كذب. ما فيش حرامي يقدر يطلع شايل 10 طن اطلاقا ويفلي يطلع بيها من الهرم ازاي؟ مش فاهم. ده ما كانش لسه الخليفة المأمون بعت العمال وكسروا المدخل، كان كله مقفل. فأنا نفسي أعرف بقى الحرامي طلع إزاي ودخل إزاي، دي شغلانة. فطبعا لأ، لا الهرم حاجة تانية، الهرم حاجة تانية، وفعلا في أسرار. ده غرفة أسرار وبيت أسرار لا شك فيه، ومدفون فيه العلوم الأولية اللي ما عادش يعرفها عن الأنتي جرافيتي وعن إزاي اتبنى وإلى آخره، بس محطوطة بغرفة سرية. وهم معذورين ان هم كل شويه ينطوا ويجيب لك اجهزه ويصور ويعمل يعني. يقال ان الغرفه السريه دي تحت غرفه الملكه ب 60 متر. غرفه الملكه هي اللي تحت غرفه الملك، الغرفه اللي فوق دي هي الملك، تحت الهرم بقى اللي تحت خالص هي بتاعه الملك. تحتها ب 60 متر يقال ان الغرفه السريه موجوده. وفي قول اخر بان لا ابدا، ده الغرفه السريه دي بقى حكايتها حكايه، وهي تحت أبو الهول نفسه، تحت أبو الهول في معبد جنائزي مهول وطالع منه ممرات موصلة لجميع الممرات الجنائزية ولجميع الغرف السرية بتاعت ثلاث أهرام خوف وخفرة ومنقرة. دي طبعا حكاية تانية دي. يعني عموما احنا أولى الناس كمصريين ان احنا ننقب عن الحاجات دي، ونرجو ان يعني على ايدنا تكتشف هذه الأشياء، او على الاقل مقبره ام حتب الراجل عبقري الطب والحكمه والهندسه اللي بنى الحاجات دي كلها. يعني احنا اولى ان احنا نكتشف الحاجات دي بدل ما يكتشفها امري او غيره او غيره. يعني طبعا يعني في النهايه انا عايز اقول ان الهرم حيظل معجزه ويظل مثير للتامل، ومش بس بيثيرنا احنا بيثير العالم كله، وعامل حالة جنون، وانا من الناس اللي عندهم جنان الهرم ده على اي حال. ونكتفي بهذا الكلام عن البيراميدولوجي، والى حلقة قادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. سؤال محير العلماء هو مغناطيسية الارض، ايه سرها وايه سببها؟ ياما في كواكب اكبر من الارض ومع كده ملهاش مجال مغناطيسي خالص. طيب ايه السر في مغناطيسية الارض؟ من 350 سنة طبيب الملكة في انجلترا كان اسمه ويليام جيلبرت قال كلمة مجرد شطح كده وتخمين، قال ان الارض بتتصرف
كما لو كان في داخلها مغناطيس. قال الكلام ده كده تخمين من غير اي سند علمي. وقبل الحكاية دي بمئات السنين الصين اكتشفت البوصلة واخترعت البوصلة، والبوصلة انتقلت من الصين لأوروبا وكان لها الفضل في تقدم الملاحة. ومع ذلك ظل الناس في حيرة، ليه البوصلة بتشير دايما إلى الشمال؟ قالوا إن ده يمكن بقى القطب، النجم القطبي بيشده، وده طبعا مش معقول، لأن إذا كان النجم هو اللي بيشدها يبقى لازم حرف البوصلة يبقى طالع لفوق، إنما الحاصل هو العكس، إن حرف البوصلة بيبقى نازل لتحت. ونمرة اتنين إن البوصلة مش بتشاور على القطب الشمالي، القطب النجم القطبي، البوصلة لا تشير إلى النجم القطبي، أو باختصار لا تشير إلى الشمال الجغرافي، إنها بتشير إلى حاجة تانية بنسميها الشمال المغناطيسي، والفرق بين ده وده حوالي 4 درجات. يبقى إذا النجم القطبي ملوش دخل. طيب إيه الحكاية بالظبط؟ احتاج الأمر إلى سنوات تتقدم فيها التكنولوجيا ويبقى في مراصد متقدمة للرصد المغناطيسي، ويبقى في قياسات، وأخيرا كان كلامهم على إن الأرض في مركزها نواة مركزية من الحديد السائل الدوار مع دورة الأرض، مع دوران الأرض هذا الحديد السائل الدوار. الحديد ده هو في تيارات حمل، تيارات الحمل اللي موجودة في هذا الحديد السائل المنصهر لدرجة حرارته عالية جدا بتبقى أشبه بالملف اللي لما يمشي فيه كهرباء يقوم يمغنط القضيب بتاع الحديد أو المركز النواهي الحديدية بتاع الأرض، وتكون النتيجة إن الأرض تبقى مغناطيس وبتتصرف كمغناطيس ولها مجال مغناطيسي زي المجال اللي بنرسمه زمان لما خدنا المغناطيسية في المدارس، نفس المجال ونفس الشكل، قطب شمالي قطب جنوبي إلى آخره. الحكاية دي معناها كان أكبر من كده، لأن لما ابتدت المراصد المغناطيسية تطلع خريطة يومية بالحالة المغناطيسية بتاع المجال اكتشفت حاجات كتيرة قوي. اكتشفت إن المجال المغناطيسي له إيقاع وله تموجات وله ساعات يرتفع وينخفض، فإذ بالكمبيوتر ابتدوا يحللهم فلاحظوا الآتي، إن بالإضافة إلى الذبذبة المنتظمة المغناطيسية اللي طالعة من المجال في موجة ذروة بتحصل الظهر كل يوم، وموجة تانية بتحصل كل شهر، وموجة بتحصل مع تغيرات الفصول، وموجة بتحصل مع المد والجزر، وموجة بتحصل بسبب حوادث في الفضاء في الأيونوسفير اللي هي طبقات الجو العليا، وتموجات بتحصل بسبب البحر واللي بيحصل فيه، وأيضا تموجات عارضة بين وقت الآخر ومش عارف لها سبب خالص. ده بالإضافة إلى زوابع مغناطيسية فجأة تحصل بسبب انفجارات في الشمس، والزوابع دي تبقى من القوة لدرجة انها تعطل جميع التلفزيونات والراديوهات والبث اللاسلكي والاتصالات، وبعدين ممكن تطفي مدن بحالها بسبب تعطلها للمولدات الكهربائية. حاجة ثانية
عجيبة إن بيلاحظوا إن البوصلة نفسها في المكان الواحد عبر مثلا لو قلنا 200 سنة، بنلاحظ إن كل 10-12 سنة يتغير اتجاه البوصلة. أيضا حتى في الزمان الواحد وفي الأمكنة المختلفة بنلاحظ إن بيبقى في فروق بين توجهات البوصلة بسبب كتل القارات نفسها. وبعدين لقوا حاجة تانية، إن فيها علاقة بين كل الكلام اللي قلناه ده عن الخريطة المغناطيسية اللي بتحصل كل يوم بما فيها من تقلبات، وبين تقلبات الطقس والمطر والجفاف والحاجات دي كلها، لكن الأثر بيجي مؤجل. بمعنى لو رسمنا كيرف للطقس وكيرف للخريطة المغناطيسية نلاقي إن الأثر بيجي بعدها بسنتين أو ثلاثة، ودي طبعا حاجة من الحاجات العجيبة مش عارفين يفسروها، إنما في سمة علاقة بين الخريطة المغناطيسية وخريطة الطقس والمطر والجفاف والرياح والسيول والزوابع وكل الحاجات دي. كل ده كوم، والاكتشاف الخطير جدا اللي هقوله دلوقتي كوم تاني، اتضح ان كل حوالي 400,000 او 500,000 سنة تنعكس المغناطيسية، الاستقطاب نفسه ينعكس، يبقى الشمالي جنوبي والجنوبي شمالي بالنسبة للمغناطيس بتاع الارض اللي جوه، الاستقطاب بتاعه ينعكس، بيسموها ريفيرسال اوبولاريتي. وده بتكون حاجة خطيرة، لانها هذا الانعكاس في الاستقطاب لما يبقى الشمال جنوب والجنوب شمال بتكون نتيجته أن تموت أمم من الكائنات. وبعدين دلوقتي بيقولوا من احنا بنقرب من أحد نوبات الانعكاس، ويمكن فاضل 100 سنة 150 سنة وينعكس الاستقطاب. فطبعا دي بقت حكاية بقى بتاعت حياة أو موت. طب ليه بيحصل موت لأمم من الكائنات لما ينعكس الاستقطاب؟ قال لك لأن الحاصل إن المجال المغناطيسي عامل سقف واقي بيمنع وصول الجسيمات الضارة اللي جاية من الشمس ويحرف، دي حاجة. فلو حصل انعكاس في الاستقطاب يحصل أكن فترة تتصرف فيها الجسيمات دي، وهي جسيمات قاتلة ممكن تسبب موت عدد كثير من الكائنات. الحاجة التانية إن في علاقة علاقة توليف بيننا إحنا ككائنات وبين البيئة، سواء كان حر وبرد ومية وأكل وشرب، وأيضا والمغناطيسية كمان إحنا متولفين عليها، بحيث لو انعكست ممكن تؤدي إلى المرض والموت. حاجة تانية، لما رموا الأقمار الصناعية برة وابتدت تصور المجال، صورت المجال من بعيد من فوق من الفضاء، اكتشفت ان المجال المغناطيسي للارض عجيب، مبطط من ناحية الشمس ومن ناحية التانية له ديل طويل الى ما شاء الله. ولما بيحصل الانفجار الشمسي والشمس ترمي شلالات من الجسيمات، بتيجي هذه الجسيمات تضغط على المجال من الجنبين ومن قدام لدرجة ان يحصل ارتعاش في المجال ويحصل له تشنج، وده اللي بيسموه الزوبعة المغناطيسية. حكايات عجيبة، ونشوف في الفيلم عشان نفهم مع بعض أكتر. دي في معامل هامبشاير سنة 1975، وده أحد العلماء اللي اسمه ريتشارد جيلبرت بيدرس في نوع من البكتيريا بياخدها من الوحل، بكتيريا الأوحال والطين. فهو بيبص في الميكروسكوب لاحظ ملاحظة غريبة قوي، لاحظ ان البكتيريا دي كلها بتجري في اتجاه واحد. هو مش فاهم ليه. طيب هنشوف تاني الظاهرة دي، شوف ماشية كلها في اتجاه واحد ازاي، كلها رايحة لفوق.
فهو قال لك يمكن دي ناحية الضوء، هو كان فعلا الميكروسكوب شايفينه هو الشباك، يمكن هي بتتحرك ناحية الضوء. لكن بالليل الله الدنيا ظلمة، بيبص في الميكروسكوب برضه لقى نفس الحكاية برضه، شوف طلعة فين. أم لمعت في ذهنه فكرة إن قال الله طب مش جايز تكون كلها رايحة ناحية الشمال، طب ما أنا أجرب بقى، أنا معايا مغناطيس أهو، تبقى لي ظاهرة بقى مغناطيسية، أجرب أنا هاخد المغناطيس أهو أجرب وأحط بدل الشمال جنوب ونشوف هيحصل إيه في الكائنات. الله حصل إنها انحرفت بالفعل. يبقى إذن التوجه، شوف شوف لما هيقلب المغناطيس شايف رجعت إزاي. الله ده يبقى فعلا البكتيريا دي كائنات مغناطيسية على طول، وإنها الاتجاه بتاعها كان اتجاه توجه مغناطيسي نحو إيه القطب المغناطيسي الشمالي، بدليل إنه لما بيستعمل المغناطيس حكم الحركة على طول، حكم الحركة بتاع البكتيريا دي. فكانت ملاحظة غريبة، يوميها اتنشرت في مجلات علمية وابتدى يعمل دراسة للبكتيريا دي. وطبعا عارفين حكاية الطيور واتجاهها إلى الشمال في الهجرة مستدلة بالمجال المغناطيسي، يبقى مش بس البكتيريا ده الطيور كمان. وواضح ان في حاجة اسمها مجال مغناطيسي للكرة الأرضية، وهي بتتصرف كما لو كان في داخلها مغناطيس. دي دورة الليل والنهار. وبعدين عارفين في الصين من 1000 سنة أو أكتر أول ناس اخترعوا البوصلة، واخترعوها بالصدفة لما لقوا لعبة المعلقة دي، لعبة زي الروليت، لما المعلقة تكون معمولة من حجر المغناطيس فتلف تلف وبعدين تقف في وضع معين. ده ألهمهم باختراع البوصلة اللي هي عملوها من حجر المغناطيس، ويدوروها وبعدين يسيبوها فتقف دايما في وضع معين متجهة نحو الشمال المغناطيسي. وكان ظنهم في البداية ان ده الشمال بتاع القطب، القطب هو اللي بيشدها، لكن اتضح ان القطب ما بيشدش وان الاتجاه مش نحو القطب. طبعا البوصلة اللي هي خرجت من الصين ما لبست ان انتشرت في اوروبا، وكان لها فضل في تقدم الملاحة. دي البوصلة البحرية، ومنلاحظ ان البوصلة بتتجه للشمال وفي نفس الوقت لتحت مش لفوق نحو نجم او خلافه، لتحت، دليل على ان الارض هي اللي ايه اللي لها الفعل مش اي حاجة تانية. البوصلة كانت مرتبطة بمرحلة مهمة جدا من مراحل تقدم الملاحة والسفر في البحر. وشوفنا هنا هنشوف ان البوصلة بتنزل لتحت، شوف بتنزل لتحت مش مجرد الى الشمال، الى الشمال وتحت، معناها ان الارض نفسها هي مصدر المغناطيسية. وكل ما تاخذ البوصلة ناحية القطب الشمالي كل ما يحصل هذا الاتجاه لتحت يزيد. ده صاحبنا ويليام جيلبرت اللي من 350 سنة، ده كان طبيب الملكة ملكة انجلترا، في شطح التخمين كده وقال لك الأرض بتتصرف كما لو كان فيها مغناطيس. قال الكلام ده بدون أي سند علمي وبدون أي تجارب، يعني هنا شايفين ده سر ليه البوصلة بتبقى للشمال والتحت. وطبعا هنا لاحظوا ان البوصلة في المكان الواحد عبر عدة، يعني هنا لما نحطها في عدد من الأمكنة تختلف توجهاتها من حتة لأخرى بسبب كتل القارات. وبعدين أيضا الخريطة المغناطيسية لما
بنعمل خريطة مغناطيسية بنلاقيها بتختلف من يوم للتاني ومن شهر للتاني. يعني المجال ما هوش مسألة ثابتة، لا ده كل يوم بيديك أخبار جديدة. مثلا عندنا البوصلة دي لما نحطها في مكان معين عبر 200 سنة ونشوف ايه اللي بيحصل، نلاقي كل 10-15 سنة توجه البوصلة يختلف مع انها في نفس المكان. شوف سنة 1580 وشوف سنة 1800 البوصلة راحت ازاي، وسنة 1980 البوصلة اتجهت ازاي مع اننا في نفس المكان. وبعدين الكلام اللي خدناه في المدارس عن رسم المجال المغناطيسي بيحصل مثله فعلا على الارض، الارض فعلا لها مجال. والكلام اللي خدناه ان لو كان في ملف ومشي فيه هذا الملف كهرباء فبيتصرف هذا الملف كمغناطيس، وممكن برضه برده الحديد تدينا مجال. فدي اخر نظرية، ان الارض في مركزها نواة من الحديد السائل الدوار، وان في داخل هذا الحديد تيارات حمل، هذه التيارات اشبه بملف بيمشي فيه تيار فيعمل مغناطة للحديد ويدينا المجال اللي احنا شايفينه دلوقتي. هنا فعلا بيرسم على ورقة ايه اللي بيحصل في باطن الارض تبعا لخطوط القوى المغناطيسية اللي هي في نظره تؤكد وجود تيارات اشبه بملف الملف ده، وان بيمشي فيها تيار بمغنط الحديد وبيدينا هذا الاثر. وبعدين بالنسبة لباطن الأرض بيقول لك إن في كمان دوامات أخرى غير تيارات الحمل دي. أهي الدوامات دي اللي معمولة بالأحمر دي ممكن تضيف أو تنقص من قوة المجال، وممكن في لحظة تلغيه وبعدين يبتدي تاني بالعكس، وده سبب انعكاس الاستقطاب. فاكن في قصه كبيره قوي بتحصل جوه بطن الارض. شوفوا الحديد والنبض والتيارات الموجوده فيه، تيارات الحمل اللي باستمرار شغاله. يبقى في داخل بطن الارض حكايه. الحكايه اللي بتحصل للحديد السائل هي سر خطوط المجال المغناطيسي للأرض وقوته وتفاوته بين يوم والتاني. دي بتبقى مراصد بيعملوها في الخلا، مراصد دقيقة جدا بترصد المجال المغناطيسي يوم بيوم وتطلع حاجة اسمها الخريطة المغناطيسية لليوم الفلاني. احنا شايفين دلوقتي نبضات مستمرة، دي اسمها ايه؟ النبضات المنتظمة. بالاضافة لهذه النبضات بنلاحظ ان فيه تموجات، في موجات ذروة غير النبضات السريعة المستمرة دي، في موجات ذروة الظهر كل يوم بيشاور عليها الراجل اهو. كل يوم الظهر تحصل هذه الموجة اللي موجة الذروة، بالاضافة للذبذبات الصغيرة المستمرة. وأيضا كل شهر شو بيشار عليها ازاي، وأيضا مع تغيرات الفصول. وأيضا مع المد والجزر ومنازل القمر. وأيضا تموجات بتحصل بسبب الغلاف الجوي الايونوسفير وما يحدث فيه. شوف بيحط الخرائط جنب بعضها يقول لك ده سبب ده. وايضا البحر ده بيرسم الايونوسفير اهو واللي بيحصل فيه ونتيجته، وده البحر كمان. البحر اللي بيحصل في البحر ممكن يأثر في الخريطة المغناطيسية والموجات اللي طالعة منها.
بالإضافة إلى أحيانا نبضات عرضية زي اللي احنا شايفينها دي، مش قادرين يفسروها خالص، موجات عرضية مش عارفين يعرفوا لها سبب. وأيضا بالإضافة لشيء تاني بقى رهيب اللي بنسميه الزوبعة المغناطيسية، وده بتكون سببه انفجارات شمسية. أي دي اللي هي الزوبعة المغناطيسية، بتكون سببها انفجارات شمسية بتبعت شلالات من الجسيمات تعمل ضغط على المجال وارتعاش للمجال يسبب زوبعات مغناطيسية. اللي احنا شايفينه ده انفجار شمسي. الانفجار الشمسي بيبعت الجسيمات، شلالات من الجسيمات. دلوقتي عندنا القمر الصناعي بيرسم المجال، ملاحظين هنا ان المجال متبطط من ناحية اليمين بينما طويل له ديل طويل. نفس الحكاية هنا برضو بالكمبيوتر رسموه، واضح ان هو المجال مبطط من ناحية اليمين وله ديل طويل لورا، وهنا بيترسم تاني اهو مبطط اهو من ناحية قدام، بينما لورا الديل طويل خالص. ليه مبطط؟ بسبب هجوم الشلالات من الجسيمات من الشمس بتيجي تبطط المجال من قدام. اي هنشوف دلوقتي الانفجار الشمسي بيعمل ايه. شوفوا المجال مبطط من قدام ازاي ومطاول من ورا. ده انفجار شمسي وطالع من الانفجار الايه. شوف شوفوا حصل ايه بقى، تيجي تضغط الشلالات الجسيمات تضغط على المجال من قدامه ومن الجنبين فيحصل له ارتعاش وتشنج. ده اللي بنسميه الزوبعة المغناطيسية، وده اللي لو حصلت الراديو يبطل بس، وكذلك التلفزيون، وكذلك المولدات تقف واتصالات تقف وكله يرتبك. ايضا اتضح ان في علاقة بين الكيرف بتاع او الرسم البياني للخريطة المغناطيسية وبين الطقس. لكن الاثر هنا مؤجل. شوف الكيرف زي الكيرف بالظبط بفرق سنتين ثلاثة، بحيث نقدر نقول ان الخريطة المغناطيسية لها تأثير في الآلة، آلة الطقس، ممكن تسبب زوابع وأمطار أو جفاف، لكن الأثر مؤجل بفرق سنتين. إزاي؟ لسه دلوقتي مش عارفين. العملية الآلة بتاع الطقس نفسها آلة شديدة التعقيد وداخلة فيها عوامل ملهاش آخر. هنا بيوريك حتى كمان الأمطار، كيرف اللي فوق ده المطر واللي تحت ده الخريطة المغناطيسية. واضح ان في علاقة بين الخريطة المغناطيسية وبين المطر وكمياته، لكن العلاقة مؤجلة. الفرق زي ما قلنا سنتين ثلاثة بين التغيير المغناطيسي وبين التغيير المناخي. ايه اللي بيحصل في الثلاث سنين وازاي بيحصل الحكاية دي مش معروف، مسائل طبعا مختلف عليها، لكن واضح ان الكيرفات فعلا فيها تطابق. الذروة هنا تقابلها ذروة في المناخ هنا على طول. طب ليه ما بيظهرش الاثر فوري؟ شغلانة. هنا بيقول لك ان دي تغيرات كيماوية وبيخش فيها الاوزون اللي موجود، غطاء الاوزون اللي موجود في الارض، والاشعة الكونية، وعمليات يعني معقدة جدا، بحيث ان الاثر ما يبانش الا بعد سنتين. ده عالم من علماء المناخ. هنا ابتدوا يعملوا استكشاف مهم قوي، جابوا عينات من قاع المحيط
من جوه الأرض عشان يدرسوا ويشوفوا المغناطيسية من مليون سنة ومن نص مليون سنة ومن 100 مليون سنة كانت شكلها إيه، وهل المغناطيس اللي جوه ثابت بتوجهاته ولا بيحصل له تغيير. دي لعيناتهم وبيركبوها وبيشوفوا كل عينة شمالها من جنوبها فين. ففوجئوا بحاجة غريبة قوي، ان المغناطيس الارضي بينعكس الاستقطاب بتاعه كل حوالي 400,000 او 500,000 سنة. وهنشوف الحكاية دي هنا بالظبط. كل عينة بيسجلوا شمالها من جنوبها ويسجلوا تاريخها، لأنهم بيعرفوا تاريخ العينات دي، دي من مليون، من 100 مليون، 5 مليون إلى آخره. شوف إزاي الانعكاس بين مرحلة والأخرى. شوف نفس العين ما حصلش لسه انعكاسه، انعكاس تاني استمر ما فيش، انعكاس ثالث. الله، فدي حاجة خطيرة جدا. يعني في تاريخيا كل نص مليون سنة أو 400,000 سنة بيحصل انعكاسات في الاستقطاب بتاع المغناطيس الجواني في الأرض، وبعدين ده بينعكس على الإيه؟ الكائنات. انتوا فاهمين دي معناها ايه؟ معناها البوصلة تبقى تتقلب العكس بالظبط، بدل ما الطرف يروح للشمال يروح للجنوب. فطبعا بتبقى شيء غريب. هم بقى ابتدوا يتتبعوا اللي بيحصل للكائنات في المراحل دي، فخدوا عينة من الصخور القديمة دي وابتدوا يدرسوا الكائنات فيها أحوالها شكلها إيه. صاحبنا ده بيقول إن المغناطيسية بتنحدر، القوة المغناطيسية بتاع الأرض بتنحدر، وإنها قربت من البيس لاين، معناها إن كمان 100 سنة هتنعكس، إن بعد ما تعدي البيس لاين يروح الإشارة تنعكس على طول، يبقى الشمال جنوب والجنوب شمال. يعني فاضل حوالي 150 سنة وينعكس الاستقطاب المغناطيسي للأرض. وبيقول لك والله جايز تكون حساباتي يعني مش قوي، يعني جايز الحكاية بين شهر والتاني، أن ما فيش قاعدة يعني محددة نقدر نقول عليها. لكن انحدار القوى المغناطيسية يدل أنها هتغير الإشارة بتاعتها قريبا. احنا داخلين على مرحلة انعكاس الاستقطاب. طب ايه بقى اللي مخوفنا من انعكاس الاستقطاب؟ اللي مخوفنا اللي بيحصل من انقراض الكائنات اثناء هذا الانعكاس. هنا بياخدوا عينات من التربة وبيحللوها ويشوفوها بالميكروسكوب أثناء فترات الانقلاب المغناطيسي. فبواخدين العينات دي من قاع البحر، شايفين دي الهياكل دي بتاعة الراديولاريا، نوع من الطحالب. وبعدين بيكتشفوا حاجات غريبة قوي. في بيجوا بقى في مرحلة الاستقطاب، انعكاس الاستقطاب نفسه، بيشوفوا النوع ده. النوع ده انقرض ومش موجود، مش موجود. معناها اذا انقرض في فترة الانعكاس المغناطيسي، معناها في امم من الكائنات بتنقرض تماما لما ينعكس الاستقطاب المغناطيسي. وبعدين قدروا يحددوا فهنشوف هنا ما بين الابيض والاسود انعكاس، فهيمد خط يشوف حصل ايه في الكائنات ما بين الابيض والاسود. بيمد خطه، شوف ازاي اهو، ادي احد الكائنات انقرض. هنا هيمد خط تاني عند الابيض والاسود،
قال اتنين نوعين من الكائنات انقرضوا، نوع اخر انقرض، بيمد خطه نوعين اتنين من الكائنات انقرضوا. فاذا المساله في علاقه مؤكده. واحنا مقبلين على مرحلة ممكن يحصل فيها انقراض لكائنات بلا عدد. شوفوا المجال المغناطيسي لما يضعف يضعف يضعف، لما بيضعف قبل ما يحصل الانقلاب ممكن تهجم الجسيمات القاتلة اللي جاية من الشمس وتموت الكائنات. فده سبب، احد اسباب موت الكائنات. السبب الثاني ان احنا اكتشفنا مع صاحبنا ريتشارد بلاكمور في معامل هامشاير ان الكائنات كائنات مغناطيسيه، وما دام كائنات مغناطيسيه يبقى ممكن تتاثر بانعكاس المجال، ممكن تمرض وتموت. ايه الغرابه؟ وهنا لما شافوا البكتيريا دي بالميكروسكوب الالكتروني وجدوا ان فيها حاجه زي السبحه كده، بصوا كده وهتشوفوه، ايوه السبحه اللي جوه دي. فبعت عينه من السبحه دي للمعامل التحليل، فاتضح ان السبحه دي عباره عن ماده اسمها الماجنتايت او الحديد المغناطيسي. يعني السبحه دي حديد، ماده حديديه اسمها الماجنتايت موجوده جوه البكتيريا. يعني اذا في جوه البكتيريا بصله، أشوف السبحة دي بصلة، معناها الكائنات كائنات في الحقيقة مغناطيسية. وبالتالي لما راحوا في القطب الجنوبي وخدوا عينات من بكتيريا الوحل وجدوا إن السبحة بتاعتها متولفة على القطب الجنوبي، يعني تشير للجنوب بدل ما تشير للشمال، وتتجه للجنوب بدل ما تتجه للشمال. فمعناها في توليف بين الكائن وبين البيئة المغناطيسية بتاعته. البكتيريا بتاع القطب الشمالي غير البكتيريا بتاع القطب الجنوبي. معناها المغناطيس اللي جوه الكائن متولف على البيئة المغناطيسية اللي اتولد فيها. لكن مش بس البكتيريا، ده في أنواع من سمك القرش اللي اسمها الري فيش دي بتقدر تحس بتغيرات المجال. وعملوا تجارب حطوا لها الأكل اللي بتحبه في حوض كبير في سلة محطوطة في الشمال بالظبط، وسلة محطوطة في الجنوب، فاتضح ان القرش ده او الريفش بيتعرف على اتجاه السلة من بالإبرة المغناطيسية بتاعته. لدرجة ان هم لما حاولوا يلعبوا في المجال ويضللوه فعلا ما عرفش اني سلة فيها اكل، اتلخبط. هنا بيلخبطوا، شوف ازاي بيلخبطوا الريفش ويغيروا اتجاهات المجال اللي موجود في البيسين، تكون النتيجة ان هو بيروح للسلة الغلط. يعني اذا التعرف بتاعه تعرف مغناطيسي. فاذا الريفش ده كائن مغناطيسي هو كمان. شوف بيروح للسلة الفاضية ازاي، لخبط. القرش الكبير في رحلاته وهجراته العجيبة مالوش أبدا حاجة تساعده غير الحاسة المغناطيسية بتاعته. نفس الحكاية في الطيور،
اتضح ان في دماغ الحمامة في مخها موجود الماجنيتايت اللي حكينا عنه اللي هو الحديد الممغنط، وان الحمامة بتستدل بالحاسة المغناطيسية بتاعتها، ولو حصل زوبعة مغناطيسية زي اللي احنا شايفينها دي في الخريطة تكون النتيجة ان الحمامة تضل. النحل عنده حاسة مغناطيسية، لكن هو بيتعرف على مكان الزهور بطريقة تانية. مكان الزهور اللي فيها رحيق بيتعرف عليه بالرقصة دي، تيجي الشغالة وترقص الرقصة دي ببطنها وباتجاه الرقصة، بيعرفهم الشمس فين بالنسبة الغيط فين بالنسبة للشمس، فيروحوا على طول على الزهور اللي فيها ايه، اللي فيها رحيق. طيب الحاسة المغناطيسية في النحل شغلتها ايه؟ قال لك لا، ده شغلتها خطيرة جدا. ده الحاسة المغناطيسية في النحل بيستخدمها زي ساعة اليد، بيعرف بها الوقت وامتى الغداء وامتى العشاء. عشان يعرفوا الحكاية دي حطوه النحل ده في مجال، ولعبهم في المجال غيروا الإيقاع. المجال هنا بقى ابتدوا يلعبوا فيه ويغيروا الإيقاع ويخلوا الإيقاع المغناطيسي في المكان ده بطيء، يعني أكن إيه، أنت لابس ساعة والساعة بتأخر. وشافوا بقى إيه الحكاية، فلقوا فعلا النحل بيروح للغدا متأخر مع إن الأكل محطوط قدامه، الأكل حاطينه قدامه لكن ما يروحلوش إلا متأخر. لما هم أخروا إيقاع المجال المغناطيسي كانت النتيجة إن النحل راح للغدا متأخر، وتأخيره بالظبط يساوي تأخير المجال أو تأخر الإيقاع زي ما عملوا في التجربة بالظبط. فأكن بقى النحل بيستخدم الحاسة المغناطيسية اللي عنده كنوع من ساعة اليد أو ساعة الجيب اللي بيعرف بيها إمتى يتغدى وإمتى يتعشى وإمتى يصحى. فدي حاجة غريبة. الحبوب في نموها ان الساق يطلع لفوق والجزر لتحت، بيحصل ده عن طريق حاسة مغناطيسية في طرف الجزر نفسه. فالنبات عنده حسيته المغناطيسية اللي بيعرف في الأرض فين والسماء فين، فبيطلع الساق لفوق والجزر لتحت. القواقع بتميز النور من الظلمة بالحاسة المغناطيسية. الكابوريا بيعرف المد والجزر عن طريق الحاسة المغناطيسية، ولا على هذا الأساس يطلع على الشط أو يغوص في البحر. حتى البطاطس، اتضح ان البطاطس دورات نموه مرتبطة بالمجال وبالخريطة المغناطيسية. الله، دي حكاية غريبة، لكن كل الكائنات في الواقع هي كائنات مغناطيسية. واضح ان جميع الكائنات اللي على الأرض هي بشكل من الأشكال كائنات مغناطيسية متولفة ومتنغمة على أساس المجال المغناطيسي، وربط وظائفها كلها بالمجال المغناطيسي. شفنا الحكاية دي في البكتيريا، في الراديولاريا، الطحلبة اللي شفناها تحت الميكروسكوب واللي انقرضت وماتت نتيجة الانعكاس المغناطيسي. شفناه في الكابوريا وفي القواقع، وشفناه في الحبوب اللي بتنمو
الساق لفوق والجزر لتحت، شفناها في الطيور في توجهاتها ورحلتها وفي الأسماك. حتى ده آخر خبر بقى، اكتشفوا إن التيار الكهربي في الجنين مرتبط بنبض المجال المغناطيسي للأرض كمان. فحاجة بقى ظاهرة غريبة، الارتباط وصل لدرجة انهم عندهم تعبير علمي يقول لك ان جميع الاحياء على الارض phase locked to the earth magnetic field يعني الكائنات كلها مرتبطة بنبض المجال المغناطيسي بتاع الكرة الارضية. يعني بتعبير ابسط، جسمي وجسمك عبارة عن أوركسترا من الآلات، كمانجات وعيدان وطبل وأورج وبيانو ورق وصاجات. هذه الآلات كلها متوازنة على أساس المجال المغناطيسي، عارف متوازنة يعني تيوند، زي ما يجي الراجل الملحن ويدوزن الأوتار. الله، طب مين بقى اللي دوزن الأوتار دي بتاع كل الكائنات دي على المجال بحيث ان يبقى فيه الهارمونية دي؟ يبقى لازم في مايسترو على طول، ان كل هذه الكائنات متدوزنة ومتيوند ومتنغمة على اساس المجال، يبقى لازم في مايسترو دوزن الآلات دي كلها. وربنا يعني ادانا مثال، لما حجب الشمس عن الأرض ماتت الديناصورات، لما قلب المغناطيسية ماتت أمم من الكائنات، لما عمل زلازل اتهدمت مدن، لما طم الطوفان غرق الكل. يبقى إذن الله، يبقى إذن حالتنا إحنا من الحياة والصحة والأمن ما هيش مسائل رتيبة تلقائية، لا، ده مرتبطة بتدخل إلهي يومي وصيانة إلهية للآلة الكونية يوميا ولحظيا، بحيث لو كفت هذه الصيانة يضطرب الكون. لأن واضح بقى خلاص إن العملية شديدة التعقيد جدا وما هيش متروكة للصدف. شوف بقى لما واحد يدوزن الأوتار بتاع جميع الكائنات كلها، بدءا من البكتيريا للمش عارف الكابوريا للنبات للحيوان للإنسان، دي عملية يعني تدخل إلهي يومي صيانة إلهية للآلة الكونية. وبدون هذه الصيانة اليومية واللحظية ممكن يتطربق الكون. الأمن اللي احنا فيه مش نتيجة رتيبة تلقائية حاجة مطر وفاكت، لا، ده نتيجة تدخل. فإذا كف التدخل، وربنا ادانا الأمثلة، يحجب الشمس فيموت الديناصورات، يقلب المغناطيسية فتموت كائنات ملهاش إلخ. الله، طب إيه الحل؟ الحل ان يبقى فيه عقد صيانة بين كل واحد مننا وبين ربه، عقد ضمان. هو ده الشيء الوحيد، مادام مفيش الضمان والامان والصيانة في ايد واحد بس هو ربنا سبحانه وتعالى، ومادام احنا مش هتنفعنا صيانة نعملها مع شركة فيليبس ولا ماركوني ولا تليفانكن ولا سينجر، مش هتنفع، دي آلة كونية ضخمة جدا، يبقى اللي بيعمل الصيانة بتاعتها واحد وربنا سبحانه وتعالى. فالحل ان انا يا بني ادم وانتوا يا اخواني يبقى في بينك وبين ربنا عقد ضمان. عقد الضمان ده اقساطه المطلوبة لا اكثر من الشكر والحمد والسجود والعبادة، وان الانسان يبقى انسان فيه الكمالات الاخلاقية اللائقة بالخليفة اللي ربنا استخلفه على الأرض، يكون إنسان مصلح مش شيطان في شكل إنسان. وإلا أنتوا عارفين مين بيعمل الصيانة يوميا، وإن مفيش نجاة لو ربنا أراد في مشيئته إن يتطربق الكون في لحظة، وممكن يتطربق في حتة ويتساب في حتة، ممكن يطربقها على دماغ واحد بس. فإرادة ربنا في النهاية
هي ربنا بنقول بيده مقاليد كل شيء، بنقول هو اللي يمسك بصيانة بناصية، هو اللي ممسك بناصية الوجود كله بالكون كله من السماوات وأرض وما بينهما، ما فيش غيره، لا إله إلا الله، هو العليم الخبير الحكيم. فلنكن على علاقة طيبة به، وده هو الحل الوحيد. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.